صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. اليوم بحب عيد كل نساء العالم، كل مرة بكل الكون، لأنه المرأة اليوم هي ركيزة المجتمع. وبحب خاصة حيي كل مرأة قدرت تلاقي حالها وهويتها، وقدرت بأنوثتها إنها تميز حالها بعالم شوي ذكري، مش بس بالعالم الشرق الأوسط ولكن بالعالم كله. اليوم المرأة بأنوثتها عم تقدر توصل صوتها وتقدر تغير التاريخ، وهذا من أهم الأمور. واليوم بحب استضيف امرأة مميزة كتبت عنا الصحف والمجلات أمور جميلة جدا، مثل أنها امرأة خارج المألوف، وحضرتها قدرت برسوماتها وبمنحوتاتها وبالمسافات النفسية اللي عرفت تستكشفها بحالها وبغيرها أنها تعبر عن مشاعرها تجاه المجتمع، الحالة الاقتصادية، السياسة، الحرية، الاستقلالية، وكمان أكيد الاتكالية وغيرها. بحب رحب بفقرة كتاب بالفنانة يعني اللي منحبها كتير أنيتا توتيكيان. أهلا وسهلا فيك. Thank you. اليوم بكتابك اكتشفناك، وأنا بهنيك بالكتاب Counteractive Art اللي حضرتك بتحكي شوية عن حالك، عن فنك، وأحلى شيء عن نظرتك للحياة اللي حلوة كتير. واليوم أنا مبسوطة كتير أنا عم استضيفك بنهار المرأة العالمي. وأنا كمان شكرا، مبسوطة كتير. رح أعرف المشاهدين على حضرتك، من مواليد بيروت، وحضرتك لبنانية أرمنية الأصل ويونانية، حائزة على شهادة بطب النفس العيادي، وعم بتحضري الدكتوراه بهالمجال، كما انك لديك شهادات بالرسم والنحت والفنون التشكيليه. بدات كرسامه وبعدها اخترت الفن التشكيلي المعاصر اكيد، وشاركت بمعارض مهمه جدا باوروبا، بامريكا، وبلبنان، كما انك وهيدا الشيء رح نحكي عنه معروفه كارت ثيرابيست، أو بتعالجي من خلال الفن، الرسم، الدراما، وهذا شيء جميل جدا. عرفت هلا كيف قدرت تجمعي بين اثنين، وكما انك درست بعدد من المدارس مثل هايغازيون والجامعات مثل انديو. خلينا نحكي عنك، بلشتي انت تدرسي الفنون وبعدها انتقلتي الى علم النفس. نعم. وقدرت تجمعي هالاثنين بسيرتك الذاتية، يعني بمهنة بالمهنة كمهنة، خبرينا أكثر عن هالمجال. أول شيء بلشت كامرأة، بلشت كست بيت، عروس جديد بالبيت بدها تزين بيتها، سو رسمت رسمة ما كنت أعرف أرسم، فكرت إنه يعني شيء كتير حلو، عم بحس شيء كتير حلو بهالصورة أصلاً، يعني مش كلهم عجبتهم هالصورة، بس أنا حسيت إنه في شيء من جواتي بدي كمل. سو فتت بمجال الفن، تعلمت الرسم والنحت، وكملت بال نوع الفن المعاصر اللي هي التركيب والتكست والأشياء الالترناتيف، يعني مش دايماً منشوفهم، منعبر بأشياء مختلفة، أول شيء نلفت النظر بعدين نوصل المساج بطريقة أحيان. وما اكتفيت، بعدين فتت درست علم النفس العيادي، عملت الماتريز وعم بعمل الدكتوراه، وكمان من علم النفس اتجهت، يعني عملت السيركل ورجعت للفن لأدرس الفن بعمق وبعمق البسيكولوجي، وخبر العالم أو شارك العالم بشغلي،
ومن هيك فتت بالارت ثيرابي يعني. نعم، خبرينا اكثر عن العلاج من خلال الفن. يعني نعرف نحن اليوم انه قليل اللي بيعالجوا من خلال الفن، الرسم خاصه، الدراما كمان، المسرح. كيف اذا اجى حدا عنده مشكله معينه كيف بتصير ورش العمل معك، خاصه انه بنعرف انه عندك ورش عمل؟ نعم. بتستقبلي عالم بتعملي لهم هالنوع من العلاج؟ اول شيء درست بالكتب، يعني هون ما بيعلموا ارت ثيرابي. بعدين رحت تخصصت بكذا محل، يعني بنيويورك وواشنطن وبالتيمور، ولقيت انه ارت ثيرابي بتبلش كيف منشخص الاضطرابات النفسيه. نعم. انا بميز بين مثلا الاضطرابات اللي جاي من الهيريديتي، من اكسيدنت. نعم. يعني اذا وراثي او اذا من بعد صدمه معينه. يعني وراثي او صدمه او نتيجه كيميكلز، يعني اشياء ادويه. نعم. او من هالنوع هودي. نعم. يعني لهم تشخيص خاص، بدهم مراقبة يعني طبية كمان. نعم. بس الباقي أنا قدرت شخص إنه كلهم كنا يعني بعيش ستريس معين. هو الايدنتيتي خربطة بالايدنتيتي، يعني مش عم بيعرفوا هويتهم، مش عم بيعرفوا هويتهم، مش عم بيكتشفوا يعني نفسهم. ايه، والسبب هو الناس اللي حوالين هالشخص. يعني بنبلش بالأهل كيف ربوا، بعدين الإخوة كيف كانوا هيك في كونكورنس مع بعض، أو إذا في تضامن أو بالعكس. نعم. أو بالمدرسة وين كان محلهم بالصف، كانوا شاطرين ومش شاطرين. نعم. بعدين بالمجتمع بالجامعة، هودي كلهم بيخلوا ايدنتيتي الشخص يا تنفتح أو تنغلق. نعم. ومن هيك بيكون في واحد مزعوج من شو هو بنظر آخرين. نعم. وشو هو بنظر حاله، كيف بده كيف بده يتحرر من قيود هالمجتمع. أي. يلي بيحطوه يعني بمحل هو مش راضي عنه. مزبوط. أو بيجبروه بشي هو ما بده يكون. أي. وهيدا بيشكل أكثر الاضطرابات النفسية. نعم. أنه يعيشوا حياة منا حياتهم، منا مبسوطين فيها. نعم. يعني أكثر شيء بتخليهم يكون عندهم ثقة بنفسهم. نعم. بتصور هي معرفة يعني بنفسهم. معرفة بنفسهم والثقة اللي بتخليهم يعيشوا حياة مثل ما هن بيحبوها. والفن بيساعد أنه يكتب هو وعم يرسم أو بيعمل حركة شيء، بيكتشف حاله، يعني بيلاقي حاله بالصورة، بيكتشف حاله، بيغير حاله، بيعمل adjustment للحياة. نعم. وبيتحرر. يعني بالفن، من خلال الفن بيقدر يرسم الصورة اللي هو فيها والصورة اللي بده يوصل له. نعم. مزبوط. وبيفهمها. حلو. مزبوط. حلو كتير. أنا كتير بحب علم النفس والفن برسم وبحب موسيقى، بحب كتير لأنه بلاقي أنه الفن كتير مهم. بكل إنسان في فنان لازم واحد يعرف يكتشفه. نعم. ويعيش، لأنه مش حلو الحياة كتير تكون علمية. طبعا. عطول الفن هو أنا بقول غذاء الروح يعني. طبعاً. كتير حلو. يعني الاختصاص تبعولك حلو كتير، الفن فينا نقول تجهيزي، ومعروف كتير بهالمعارض الجميلة جدا اللي أخذت نجاح كتير. أنا عم بقرأ بالكتاب حتى حضرتك كل المقالات اللي انكتبت عنك رائعة جدا. خبرينا أكثر عن هذا الفن اللي بلشتي بلبنان سنة 1998. أول شيء بلشت هيدا الفن سنة 90 أو. نعم. 91. نعم. يعني خلصت الحرب ونحن كنت عم بدرس لسنة 90، كلها كنت عم بدرس بأكاديميات رسم ونحت. نعم. بعدين بدي أقول إنه أهم شيء إنه ليش عملت الفن؟ عملت الفن لأنه مثل ما خبرتك رسمت صورة. نعم. تحررت، فتت على عالم الفن، لقيت إنه هيدا العالم كمان مطبخ كبير. نعم. مش مثل ما منفكر إنه لوحة حلوة منطلع فيها. إنه في كريتيك دار وفي معارض. صح. مش بس نحن تعلمنا التكنيك وهيك، في رأي عام، في مشتري، في ذوق. هلا عم بشوف صور كمان من معارضك وشوي من هالتركيبات الحلوة كتير. طب بتفكيهم هون من بعد ما تعمليهم أو ايه منفكهم بترجعي بتعمليهم؟ أكثر الأوقات منكبهم لأنه ما في مطرح لألهم. نعم. ايه. كملي عم، سوري أنا قطعت. بقى
هودي التشيز يعني لما لقيت انه الفن كمان له قيود مثل ما كنت عم بهرب من المطبخ. انا تجوزت وكنت كتير صغيرة بلشت بالفن عم بتحرر، بس لقيت انه الفن كمان قيود اكبر وحيطان المطبخ مش ترانسبران يعني مش مبينين. سو عملت اشياء ضد المطلوب. نعم ضد المطلوب. هذا اللي بدي اقوله انه معروفة انيتا انه بكل اعمالها ما لحقت قيود او اساليب او فنيه معروفه. حضرتك انت اخترعتي فن جديد لإليك. نعم. بتعبري عنه. نعم. عن مواضيع مثل ما قلت سياسيه اجتماعيه نفسيه جنسيه كله بتقطعي عنه. نعم. بتعبري عنهم بطريقتك الخاصه. بس قديه طريقتك حلوة، يعني قديه حلو واحد يخترع شيء جديد، يعني حضرتك مبدعة. كتير حلو، كتير بتلاقي حالي. مثلا أول أعمالي هنا عبارة عن أغراض بيتي، مثلا بيكون في معرض منعزم على معرض بياخد شيء يا مكنسة يا ركوة حتى يجي الزبال يكبون مثلا ما يعرف إنه هيدا فن. سو والناس يسألوا ليش حتى هون ومش عيب وينزعجوا، بس هالانزعاج اللي أنا بحط بالمتفرج ما بيموت، بيروح بفكر فيه أنا عم بكسر نمط براسه. يعني فهمت عليك. أنت بتصدمي. يعني ما مش بتعمل شيء كتير حلو بيقطعوا مرور الكرام. عم تعمل يمكن شيء بشع قصداً. نعم. تايوعي شيء عندهم هيك يضلوا عم بفكروا فيه. نعم. يعني أنت ثوراجية كثير. بحب انا هذا الشيء. انا معك اكيد الثوره اللي بتكون منظمه طبعا وبتكون لابعاد مش ما بتضر حدا بالمباشر يعني. صح، لانه مش حلو واحد يتفرج على حياته، حلو هو ياسس حياته. نعم. مثل ما هو بده. نعم. كمان بكتابك الرائع اللي فيك من معارضك وفي كثير من بالمقدمه حلو كثير، يعني بتحكي امور جميله جدا عن المراه وعن تحرير المرأة وعن الهوية، اكتشاف الهوية. في كمان رسائل ما بينك وبين الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك حلوة كتير وهيك مميزة. ليه حبيت تراسلي رئيس الجمهورية السابق؟ وهل هي كانت كمان طريقة انه تكوني هيك مميزة فريدة بفنك وبأساليبك؟ يعني مش الهدف انه نكون مميزين، بس لا. انا لقيت حالي او يعني بمقدمه الكتاب بقول انه اذا امراه بلبنان او بالشرق الاوسط راحت وتعلمت رسم ورسمت وعرضت، لا. هل ممكن انه نعتبرها فنانه رسامه؟ انا بلاقي لا. لا، لانه هي عم تعمل لحالها، بينما في تيوريز في قيود انه انت لازم تلحق المنظومة العالمية بالفن. فأنا لقيت أنه عطول نحن منلحق الغرب شو ما عملوا. إذا بدون يعملوا إمبرسيونيست بدنا نعمل إمبرسيونيست، إذا بدنا نعمل أبستري بدنا نعمل أبستري، إذا شو ما عملوا، لأنه نحن ما منتحرر. نعم. وتحرية بالتفكير يعني. صح. طبعا صح. ما منتحرر. وليش؟ لأنه نحن يلي منلاقي حالنا أصغر من الغرب. ليش من هيك بنفكر انه يا ريت نعمل شيء؟ يعني نحن لازم نكون سباقين، ما نكون ايه؟ ما نكون نحن عم نلحق الغي، نحن نبلش بشيء هن يلحقونا وما نتكل مزبوط. على حدا يقول برافو، لانه كل حياتنا يعني بتعتمد انه كيف نظره الغير، كيف نشتغل على حالنا، نشتغل بس نلاقي انه حدا عم بيزقفنا. من هيك ابتكرت يعني درع تكريمي للبريزيدنت بمناسبة الفرانكوفوني اللي صارت القمة الفرانكوفونية. نعم. وقلت انه لانه في ايجاليتي وفراترنيتي بالمفهوم الفرنسي، لكن نحن منغير الادوار نعمل ايجاليتي مزبوط. انا اللي بعطيك برافو وانا اللي بكرمك يعني. حلو الفكره. إيه؟ وهو كثير استقبلها وحبها. هو استقبلها بس ما قدر يستلمها لانه صار في يعني ما وصلت له، ما حبوا يمكن يوصلوا، ما حبوا يعني الانترميديير ما حبوا. صعب مشكلة. بس المهم انك جربتي. مش مهم، حطيتها بالكتاب. حطيتها بالكتاب، حتضلها خالدة هالفكرة. نعم. خالدة. نعم. وحلوة. نعم. كتير. بتقولي انه